فوالا دابا هادي دوك منين عفينا الا دابا الحمله الانتخابيه في المغرب، وحنا بالنسبه لينا ان طونك جاليه غينا ما نستناو هاد باش الصوت ديالنا يتسمع. وفينالمون قلنا حنا ما غنبقاوش نستناو، دائما يجيو لنا لي انستركسيون. يعني هاد الفكره جات مباشره مع هاد الاحداث ديال الانتخابات ولا كانت الفكره عندكم قبل؟ وفيت حنا دابا هادي 2011 ملي كان الخطاب الثاني الملكي اللي كان بغى يعطي للجاليه الحقوق ديالها وباش تعبر حتى هي بالنسبه وتشارك في السياسه، من ما كان والو من هذا الشيء على حسب باقيين عركلات بزاف، وكاين يمكن واحد المجموعه دي المسؤولين اللي ما كي ماشي دون لوغ انتيغي باش الجاليه تشارك في انتخابات. حنا كنا غنضموا راسنا بيدنا على حسب عينا من نستناو كل شوز سورغانيز، ودونك بغينا الصوت ديالنا ضروري تسمع، و لا بروفيتي دي سيت اوكازيون باش نسمعوا الصوت ديالنا. جات هاد السميه ديال صوت المهجر؟ بي اون فيت كنا كنفتشو، كنا بغينا نقولوا على صوت المهاجر، بقينا كنفتشو على شي اسم. صوت المهاجر هو عادي على حسب مهاجر مهاجر مهاجر، وصدى المهجر واحده من الناس اللي مؤسسين هذا صدى المهجر، طرح علينا صدى المهجر وعجبتنا بزاف، وقلنا سي فغي الجواب هو صدى المهجر. شنو هي الاهداف ديال صدى المهجر؟ شنو باغي دابا؟ صدى المهجر وفيت كنطلبوا من اي مواطن يشارك معنا على حسب صدى المهجر بيدها كتبغي تقول شنو. دونك هو ليكو ديالنا، الصوت ديالنا. دونك صافي دير اي مهاجر خصو يتحمل مسؤولياته وضروري يجي يشارك معنا. باش غتشارك معكم شنو هو البرنامج ديالكم؟ البرنامج ديالنا هو حنايا عايشين بزاف ديال المشاكل اللي بيدنا، كنبقاو كل واحد في الجهه ديالو كيحاول كيفاش يحلهم. دقوا في البيبان، نعيطوا في التليفونات 100 مره على حسب. مثلا عندنا حنا القنصليه، عندنا لومباساد اللي نورمالمون خصو يوصل هاد المشاكل ديالنا ويفكوه معنا باش يحلوها معنا، ما كاينش هاد الشيء هذا. دونك بغينا حنا بيدنا ننظموا راسنا بيدنا ونعملوا علاقات مع لي انستيتيوسيون اللي كيقولوا هما مسؤولين. وإذا كنا بزاف بينا بغينا نسمعوا هذا الصوت ديالنا، كنظن يمكن يسمعونا على حسب كل واحد. دابا في هاد اللحظه هذه كل واحد كيمشي فوق مشكله بوحده، الوغ كو بزاف د الحوايج خصهم يتفكوا في المصلحه العامه. على حسب مصلحتي انه هاد صدى المهجر جات مع الفتره ديال الانتخابات ولا تزامن مع الانتخابات، اذا بعد مرور الانتخابات صدى المهجر واش غادي يبقى ولا ما يبقاش؟ صدى المهجر عاد غتشبر في الخدمه ديالها مورا الانتخابات، حيت كنتمناو يكونوا انتخابات في المغرب اونيت، ما يكونوش كيتباعوا بالدراهم، ويكونوا المواطنين يعطيو ديك الصوت ديالهم لشي واحد اللي كيتيقوا فيه واللي كيدون نو الا يمكن يخدم المصلحه العامه. ومن بعد حنايا صدى المهجر عاد غتعمل شراكات مع الاحزاب المختلفه، حيت صدى المهجر ماشي كتبع شي حزب مخصص، فوالا فوالا مستقله على الاحزاب. دونك صدى المهجر غتعمل شراكات مع الاحزاب اللي كاينين كاملين في الساحه، و اون فونكسيون دي كومبيتونس غنحاولوا نفكوا المشاكل ديالنا بيدنا. دونك هذا الانتخابات وهاد الاستحقاقات ديال 7 اكتوبر واش غادي تمر في نزاهه وشفافيه؟ زعما بالنسبه اللي كنشوف انا، زعما بصراحه شفت بعد باغيزون في فيسبوك ولا في هادي كيحرق فيا الحال، بس كنقول اسك المواطن المغربي باقي ما وصلش لهذا المستوى اللي واما كيعمل اختيار يتبع واحد الحزب ويحترم الوغ ديك الساعه القانون ديالو، اولا باقي كيزيد في هذا. مثلا ولا انا دابا غنقول مثلا انا في واحد الحزب اكس، ومن بعد غنبدا نضرب في نفس الحزب ديالي. دوك هادشي زعما بصراحه حنا بغينا نبقاو بعاد عليه، ما كنظنش بالنظره ديالي، ما كنظنش لا اللي كنسمع ولا اللي كنشوف. ما كاينش، ما كنظنش، ما كنظنش. شنو هي الطموحات المستقبليه ديال صدى المهجر؟ كنفكروا نكونوا ان شاء الله بزاف بينا، ويكون هاد الميساج يكون واضح للمواطنين. حنايا ماشي بغينا نمثلوهم اولا نهضروا في عوضهم، بغينا هما يشاركوا معنا ومع بعضيتنا، كل واحد في التخصيص ديالو، في اللي عنده تجربه في شي حاجه نستافدوا منه ويستافد منا،
ونزيدوا القدام يد في اليد، حيت كنتمنى زعما هاد الجاليه اللي زعما عندها دي فورس اكسترودينير يمكن هاد التجربه هادي تنجح ان شاء الله، على حسب ما فيها ني رئيس ني رئيسه، فيها فريمون بيدنا في الحق ديالنا ونكونوا دي سيتويان اكتيف.